المرة اللي فاتت عملنا الابليكيشن بتاع الكنترول وبيعرض في ليست الناس اللي ما حضرتش، هي توظيف الابليكيشن شغل بس الجيني موشن. عملت معايا غلط. ليه؟ لما باجي اكتب طالما مثلا الماده مثلا القايمه مثلا السليم نفس الطالب، باجي اكتب المواد اوكي يبقى في مشكلة عندك. قعدت ادور عليها صح ما عرفش اعملها. طب هاته معايا، لو على لاب هاته معايا احسن، هتلاقي في الاخر مثلا مستخدم تكست بوكس مش ايديت تكست، مش عامل له انشاليزيشن كده، هتلاقي زي ما المره اللي فاتت لما ضرب بسبب ايه، ما كناش حاطين البرومبت فيو الفيو قبل التكست عشان هو جوه اللي اوت. هي العقد الفوت مثلا هو ما تعملوش الاليرت اصلا، ايه ما تعملوش اللي اوت اصلا. ايوه ماشي، معنى كده هو ممكن في حاجه ضربه. هي العقد اللي فوق اللي انت مربع تبقى حمرا مثلا كده، مربع ولما تضرب زي ما انت شفت المره اللي فاتت بتظهر هنا، تظهر هنا وتشوفها. المرة اللي فاتت عملنا ده كده، نسيت احدث. لا لا ما حدثوش، عشان انا شغال ايه، عشان نحدث ده شغالين على سيكوال سيرفر، وسيكوال سيرفر دي اللي هي اللايبراري اللي احنا منزلينها كومباتبل مع 2.3.2. لو عملت تحديث مش عارف هضطر انزل لايبراري جديد. لما نيجي نشتغل مع سيكوال سيرفر مع فاير بيز بينزل لايبراري كده معينه بنشتغل بيها. ايه؟ لا لا لسه ايرور اوكي. الجينو موشن لسه ما فتحش. بص اما الناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت، اللي تم ان احنا كنا بنسجل اسم الطالب ونقول كام ماده وبندوس اوكي، بيقول لك ادخل الماده الاولى داتابيز تمام، جايب 85. الماده الثانيه وليكن جافا جاب 65. الماده الثالثه جرافيك جاب 66. المادة الرابعة سي شارب جاب 96. المادة الأخيرة وليكن اي او اس جاب 75. خلص قال لك التقدير العام. بص الزرار ده لما بندوس عليه بيجيب لنا لستة بمين؟ بالتقديرات كل واحد جابها. هنا الداتا بيز اهو جاب 85 جاب اكسلنت، الجافا 65 جاب جود، الجريد الجرافيك 66، السي شارب الماده كل ماده اسمه جريد فيو، دي اسمها جريد فيو. مره عملناها ليست فيو، مره عملناها جريد فيو، مره عملناها ليست فيو، مره عملناها جريد فيو. تمام، ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. هنا في السطر الثاني السطر هو عامل واخد ايه برسنتج جنب، هو اوتوماتيك عشان الكلمه دي كبيره. لا مش عارف انت عارف كده عملتها واحد اثنين ثلاثة اهو أربعة خمسة ماشي، بس الرقم نفسه ما نزلش. ايوه عشان كلمة سي شارب صغيرة. هو ده بصوا شايف اللي انا بعمل ده، ده مربع على بعضيه، سيل سيل على بعضها، ده سيل على بعضها. هنا ما نزلتش عشان كلمة سي شارب مش زي داتا بيز، بس اما لو كان كلمة كبيرة كان ينزلها في سطر. خلاص قلنا احنا ممكن احنا نعمل نهيئ بمزاجنا اللي هي بيسموها كاستمايزيشن، دي هنبقى يعني نشتغل عليها كده كده اساسي. طيب عايزين بقى النهارده الموضوع بتاعنا الاري، الموضوع بتاعنا الاري. ايه بقى فكر الاري ده؟ الاري دي حاجه مهمه جدا 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 للصبح اساسا. لا الاري الثانيه كانت اري ليست مع ليست فيو. الفرق بين دي ودي هقول لك دلوقتي. تمام، ايه الاري دي بقى؟ اولا الاري يعني مصفوفه. لو
لو بالعربي هترجمها ترجمة مصروف. سيادتك لما كنت بقول لك عرف متغير بتقول اي ان تي اكس، كده انت عرفت متغير اسمه اكس جوه الرام نوع انتجر. عايز احط قيمه جوه المتغير كنت بقول اكس ايكوال 99 كده بالظبط. هو عمل حط جوه الاكس، عمل جوه الرام متغير اسمه اكس حط جواه 99. لما تقول اكس تساوي 30 32 راح مسح ال 99 وراح حط 32. من الاخر عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان المتغير الواحد بيشيل وان فاليو، قيمه واحده بس. المتغير الواحد بيشيل قيمه واحده. طب ايه المشكله؟ ايه اللي مزعلك؟ طب ما ده الطبيعه بتاعت الجافا او طبيعه اي متغير في اي لغه برمجه، ان المتغير بيشيل قيمه واحده. لو عرفت كده string ان ورحت قلت ان ايكوال كمال وبعد كده ان ايكوال نورهان، اذا المتغير شايل نورهان مش شايل كمال، كان الاول شايل كمال بعد كده راح مسح كمال وحط نورهان. المتغير بيشيل قيمه واحده. ايه اللي مزعلك في الحته ديت؟ اللي مزعلني ان انا بس لو انا عندي زي عدد عملاء موجودين دلوقتي موجودين قاعدين معايا، كل واحد ليه جريد بيجيبه مثلا في نهايه الكورس، كل واحد بيجيب ليه جريد في نهايه الكورس، يبقى معنى كده الراجل استاذ عبد الله ليه جريد، استاذ عمر ليه جريد، استاذ احمد ليه جريد، استاذ محمد ليه جريد، استاذ حسن ليه جريد. يبقى هضطر اعرف ادي 3 وادي 3 3 و2، هضطر اعرف حوالي 11 متغير. طب تخيل لو انت بتتكلم على مستوى كلاس صغير، لو بتتكلم بقى على مستوى جامعه عندك 1000 طالب، كل طالب ليه درجه صح غلط، كل طالب ليه درجه، بمعنى كده هتعرف 1000 متغير. ده انت لو بتتكلم على ماده، طب لو بتتكلم على 5 مواد كل طالب ليه درجه يعني 5000 متغير صح ولا غلط، عشان كل درجه بتختلف من ماده للتانيه. يعني معنى كده هعرف 5000 متغير على مستوى 1000 طالب، ما بالك بقى لو جامعه كبيره وفيها طلبه كتير. طب قال لك ايه المشكله؟ ما كله كوبي بيست. قال لك ما انت كده محمل على الرام 5000 متغير، معنى كده 5000 مخزن، فبالتالي ده تقيل على الرام، فبالتالي البرفورمانس بتاع البرنامج هيبقى تقيل. خلاص هتقول لي اوكي ما انت كده كده بتعمل كده ومفيش ادنى مشكله، اي ان تي اكس 1 كوما اكس 2 كوما اكس 3 واقعد كوبي بيست لحد الاخر، ايه المشكله؟ واعمل 5000 على كده. قال لك ماشي بس كده هيبقى كتير جدا على البرنامج وتقيل. طب حلها؟ قال لك حلها اعمل اري. الاري اللي انا بقول عليها ديت متغير بيتعرف بتغير واحد يقدر يشيل مليار قيمه، بس كم متغير في الاول وفي الاخر؟ متغير واحد. عامل شكله ازاي بقى في الرام؟ ازاي نعرف اري بقى الاول؟ قال لك بتكتب كده اي ان تي. طب هو عبد الرحمن هيبقى مش ايه؟ معاه الفلاشه بتاعتي وعليها ويندوز من المره اللي قبل اللي فاتت ومحتاجها بصراحه. بصراحة الفلاش بتاعته أنا محتاجها يعني. معرفش يعني هو هيطلع خلاص خليني أخلص وأبقى أكلمه. هو كده كده الإم إس إيه جنبي خليه يجيبها لي عشان أنا محتاجها بصراحة. لكده إزاي بقى أعرف أري؟ قال لك أي إن تي وتحط القوسين دول. أه وتحط القوسين دول. تمام؟ وتروح مسمي المتغير زد يساوي نيو أي إن تي. الاري هتشيل كام قيمه؟ 15. يبقى معنى كده انت عرفت متغير اسمه زد يقدر يشيل 15 قيمه. مجرد ما انت عملت القوسين دول على طول وانت مغمض تعرف انه اري. اري معناها انه يقدر يشيل اكتر من قيمه. شكلها عامل بقى ازاي في الرامات يا نورهان؟ شكلها عامل كده. عامل كده اهو في الرام. داتابيز مختلفة شكلها عامل كده في الرام. عندك كل ده اسمه زد. تقدري بقى جوه الادوات جوه زد تشيلي كام قيمة؟ اكتر عدد اللي عدد مش عدد لا نهائي، العدد اللي انت حطيتيه 15 اهو. يبقى انت كده تقدر تخلي المتغير اللي اسمه زد يشيل هنا قيمة ويشيل هنا قيمة ويشيل هنا قيمة ويشيل هنا قيمة براحتك بقى خلاص، بس كله جوه مين؟ جوه زد. يبقى عشان اعرف متغير اري بكتب اي ان تي القوسين دول، اعتقد القوسين دول يا قبل الزد يا بعد الزد، هنعرف دلوقتي جوه الاندرويد. تمام؟ اول ما تلاقي القوسين دول اللي هم جيم ودال في الكيبورد
اللي هم جيم ودال في الكيبورد. اول ما بتلاقي القوسين دول على طول تعرف انه اري. ومعنى الاري عندنا في البرمجه انه متغير بيشيل اكتر من قيمه، مش قيمه واحده بس خلاص، وكل قيمه محتفظه بقيمتها. يعني اوعى تفكر تقول ايه طب ما ازاي هشيل ايمن وحسن وعبد الله ومحمد ازاي؟ قال لك ما هو كل قيمه في خانه، كل قيمه في خانه، فبالتالي هو ما بيمسحش اي ارقام قديمه او اي داتا قديمه. طب ازاي اعرف اري؟ قال لك نوع اي نوع، ما انت ممكن تعرف متغير كده string n. طبعا انت ما بتسيبش مسافه، انا بس عشان لو سبت مسافه محدش هياخد باله من القوسين، محدش هياخد باله من القوسين، انا بس بعمل مسافه عشان بس تاخد بالك ان دول قوسين خلاص. n يساوي new string 20 كده، يبقى انت عرفت array اسمها n. array اسمها بتشيل كم قيمه كده بالمعنى صح، عمل كده اهو زي ما برضو، وحط هنا 20 خانه وشكلها عامل كده جوه الرام، وهنا اسمها ان. قال لك ماشي، طب كلام جميل كده. انت ازاي تعرف لنا متغير؟ بص شكل الاري العادي، شكل المتغير العادي عامل ازاي؟ خانه واحده، خانه واحده. اما شكل الاري واخد بالك شو عامل ازاي؟ اكتر من خانه، ده شكل الاري. طيب انا دلوقتي عايز احط قيمه جوه الاري، انت كده ازاي نبني متغير ومن نوع اري؟ ومعنى ان من نوع اري يعني يشيل اكتر من قيمه، في مشاكل لحد كده؟ طيب عايز احط قيمه جوه المتغير، احنا بنعمل متغيرات ليه؟ عشان اشيل فيها بيانات، ده اسمها مخازن. اول كلمه قلتها وانا بشرح كانت مخازن، مخازن بنحط جواها داتا. طيب ازاي بقى احط داتا جوه المتغيرات دي؟ قال لك المتغير اسمه ايه؟ زد. اروح قايل زد ايكوال 65 انتر. قال لك غلط، هيروح مديها ايرور. طب ليه؟ قال لك دلوقتي انا لو جيت قلت لك انا ساكن في عماره السلام في اكتوبر، رحت انت جيت عند عماره السلام وركنت العربيه وجيت قدام، وقفت قدام العماره وبصيت لقيتها 15 دور، هتضطر تعمل ايه؟ هتكلمني تقول لي انت في انهي دور، صح ولا غلط؟ هو ده اللي حصل. انت بتقول لي الزد حط جواكي 65، قالت لك ما كل دول اسمهم زد، انهي زد فيهم؟ انهي زد فيهم احط فيها 65؟ فانت بتضطر تقول زد اوف الدور اللي انت هتحط فيه يساوي القيمه اللي انت هتحطها. فبيسموها الدور دي بقى عندنا اندكس، عندنا اسمه اندكس في الاري، اندكس في الاري. طب قال لك بتبدا ازاي؟ قال لك اول دور 0، بعد كده 1، بعد كده 2، 3، 4، لحد كام؟ لا لا 14، عشان انا اخر الاري كام؟ 15، اخر الاري 15. فبالتالي انت بادئ من زيرو، هي الزيرو راحت فين؟ زيرو، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لحد 14. عشان انت بادئ بزيرو. لما تحب بقى تحط خانة تقول زد اوف 4 أو زد اوف 4 ايكوال 99، يروح حاطط لك في الخانة الرابعة هنا 99، وطبعا هيشيل ال 44 اكيد. يعني لما تيجي تقول عايز تحط في الخانة 1 زد اوف 1 يساوي 5، يروح حاطط جوه الخانة رقم 1 يحط كام؟ 5. لازم وانت بتحدد الاري تقول الايه؟ اسم الاري اوف الدور بالكام؟ الاندكس كام؟ طيب انا عايز اكتب هنا اسماء، قال لك تعرف الاري اسمها ايه؟ الاري 0 1 2 3، يبقى اسماء فانح خانه، يبقى ان اوف 3 ايكوال اسماء. طب لو جيت قلت ان اوف 32 ايكوال علي، هيقول لك الان اخره كام؟ يعني من زيرو، وانت بتقول حط في الخانه رقم، هيقول لك اوت اوف اري، اوت اوف اري، يقول لك خرج بره الاري، ويطلع لك الايرور ده اوت اوف اري، فيطلع لك الحته دي مشكله. طيب هتقول لي يا عم ايمن ماشي كلام، فهمنا ازاي نعرف متغير وازاي ندخل قيمه، بس ان شاء الله انت هنا هتدخل كم قيمه؟ 15. هتقعد تقول ان اوف 0 ايكوال كذا، ان اوف 1 ايكوال كذا،
ان اوف 2 اكوال او زد وات ايفر يعني اكوال كذا تمام، ان اوف 3 ولا 4 دي 2 ودي 3 اكوال اي رقم لحد ان اوف كام 14 اكوال كذا. يعني هتخليني اكتب كام سطر يعني من الاخر، ريحتني في التعريف بس تعبتني في الادخال. يبقى انت عملت ايه؟ اوكي ما خليتنيش اعرف 15 متغير، خليتني اعرف كام متغير بس، خليتني ادخل كام مره. قال لك انت بتدخل جوه مين؟ الان من زيرو لكام؟ يعني هدخل في الخانه رقم زيرو ثم في الخانه رقم ثم في الخانه رقم 2 ثم دي اسمها ايه؟ عمليه تكرار. ربط دروسك ببعضها بقى خلاص. يبقى لما تيجي تعمل عمليه ادخال جوه الاري بدل ما تستخدم 15 سطر استخدم كام سطر؟ باللوب اللي احنا خدناه. ربط بقى الاري مع مين؟ مع اللوب. تمام، يبقى ربط الدروس ببعضها. انت هنا هتكرر 15 مره. طب ما التكرار ده انا سمعته قبل كده، الكلمه دي الكلمه دي سمعناها ان احنا بنعمل تكرار باللوب بوايل او بفور او دو وايل. بدايتك نهايتك كل مره بزود واحد بس. يبقى لما اجي اعملها اعمل كده، اما اجي ادخل جوه الاري اسمها ان، لما اقول فور اي ان تي اتش ايكوال 0 اتش اقل من او يساوي 14 اتش بلس بلس، يبقى انا كده عملت لوب من صفر لكام؟ ل 14. عايز تحط جوه الان اوف، قال لي مره صفر مره واحد مره اثنين مره ثلاثه، من صفر ل 14 مين اللي شايله؟ يبقى ان اوف ايه؟ وحط الخانه اللي انت عايز تحطها. يبقى تقدر تعمل عمليه ادخال جوه الاري مكونه من 15 سطر تمام، بكام سطر؟ بسطرين اهم بطريق اللوب. مش انت عايز تعمل ادخال من 0 ل 14؟ خلاص اعمل لوب من 0 ل 14. الاري اسمها ان، مره 0 مره 1 مره 2 مره 3 لحد 14. يبقى معنى كده اللي شايل من 0 ل 14 الاتش. يبقى بدل ما اقول ان اوف 0 اوف ان اوف 1 اقول ان اوف اتش، والاتش اوتوماتيك هي عماله تزيد بايه؟ كل مره يساوي القيمه اللي هياخدها من المستخدم. والله ياخدها بقى بانبوت دايلوج لاي اوت وات ايفر انت عايز تداله ازاي. طيب كده انت عرفت متغير انه تمام وعملت ادخال فيه كم بسطرين، عايز اخرج فيه، عايز اخرج الداتا اللي دخلت جوه الاري. قال لك دخلت كم قيمه دلوقتي؟ هنخليها خدها من اليوزر بقى. لو ما خدناش من اليوزر انا هتجنن. لو انت كتبتها كده 60 هنا يبقى معنى كده انت بتحط في كله 60. طيب وده مش منطق، تحط في كل واحد في كل واحد قيمه مختلفه. يبقى تقول لي ياخدها من الانبوت دايره اللي اوت احنا عملناه. ماشي، لو انا اللي هكتبها مش هتخلي اليوزر يكتبها. اليوزر لو انت اللي هتكتبها ككود كبرمجه اولا هي مش منطقيه، كنت هتضطر تعمل طريقه عاديه اللي هي فوق. لازم بالظبط، بس دايما احنا بنعمل برنامج وما وحاجه ينفع اوريك دلوقتي. دايما احنا بنعمل برنامج اليوزر انت بتعمله واليوزر هو اللي يدخل داتا عليه، فاهمني؟ عشان يبقى الموضوع دايناميك. طيب دي طريقه ادخال. في طريقه ادخال ثانيه زي ما بيقول باشمهندس محمد، ان انت ممكن تقول سترينج ان او ام ايكوال 5، طبعا خليها اي ان تي عشان ما اقعدش كل شويه اكتب ارقام، او دبل 5 كوما 9 كوما 6 كوما 4 كوما 8 كوما 77 كوما 33 كوما 77 تاني، اقفل اقواس المجموعة اللي هو شيفت وجيم وشيفت ودال. كده انت عملت اري اسمها ايه؟ ام، شايلة القيم دي. يبقى الاري دي مكونة من كام دور؟ 1 2 3 4 5 6 7 كام؟ اكنك قلت دبل ام نيو دبل 8. بس كده القيم ثابتة ولا بتتغير؟ ثابتة، هي دي اللي حضرتك بتقول عليها. تمام، كده القيم ثابته، كده اليوزر طول عمره هيشتغل على القيم دي. بس ده مش منطق. تمام، ده مش منطق ان احنا ممكن تبقى وارده في حته، ممكن تبقى وارده قيم ثابته زي مثلا الضرايب. تمام، زي شرايح الضرايب، زي شرايح مثلا الزيادات، الكلام ده كله خلاص ممكن تبقى ثابته. درجات الرأفه في كل ماده تبقى ثوابت،
يعني هو كلامه صح برضه في حقيقة، في حاجات، في حالات كده حسب الحاله اللي انت بتشتغل عليها، بتشتغل بالطريقه دي تمام. طيب دي طريقه ادخال، بس طريقه ادخال قيم ثابته. طريقه الادخال اللي احنا عملناها دي، لا بيدخل بلوب وبقول له خد جوه الان عن طريق الاتش، خد القيمه اللي هتدخل. عايز اخرج من التكرار، نبدا بس نشتغل ونعمل ايه، فايل نيو بروجكت هسميه تيست اري، نيكست نيكست فينش. وفي السي شارب لو دوست 2 تاب تلاقيها جت على طول، في السي بلس بلس دوست 2 تاب هتيجي على طول. بص بقى الحاجات دي بتيجي بالممارسه بقى، اللي انت بتقولها دلوقتي دي بتيجي بالممارسه مع الشغل، هتلاقي نفسك انت ايه بتكتشف حاجات وبتعملها. لو نزلنا هنا زرار اد ريسورس لاي اوت اكتيفيتي بوتون تمام بي تي ان، طيب بعد كده هنا هنيجي ممكن في بتعرف كنا بنعمل ايه، بوتون بي تي ان وبتيجي btn equal button find view by id r dot id dot btn وتروح اي btn dot set on click new view. هنا عايز تعمل array اهو inty cosine دول يساوي new inty 10، يبقى انت كده عملت اري اسمها هتشيل كام قيمه من صفر لكام. طب لو خدنا الكوسين دول وحطيناهم هنا هيعمل مشكله ولا قال اي حد؟ في السي شارب لا، في السي شارب كان عكس اعتقد، قبلها بعدها، ولو حطيتها قبلها يرفض. هنا بص قال لك بعدها قبلها مش فارقه وما ضربش تمام، حطيتها كده برده ما ضربش. طيب عايز احط قيمه فور اي ان تي اتش بدايتك زيرو نهايتك، يبقى اقل من او يساوي 9 او اقل من 10، بس ما تقولش يساوي عشان لو وصل لل10 ما عندوش 10 عشان من 0 ل 9 خلاص، انا قايل اقل من بس ما قلتش يساوي 10 تمام. بعد كده اتش بلس بلس، بعد كده عايز ادخل في الواي، واي ايكوال القيمه اللي انت عايز تدخلها عن طريق اليوزر. عايز فين؟ هنا سطر اللي قلنا كده، السطر اللي ما فيهوش نهايه تمام، اللي ملوش نهايه، السطر اللي ما انتهاش ما يتقفلش في سيمي كولون. يعني هنا بقول لك كرر، هتضطر تقول لي ايه؟ ايه اللي كرر؟ سبعة غلط، يبقى معنى كده سطر الفول ما انتهاش. فعشان كده انا هاجي هنا اقول له 90، يبقى معنى كده كده خلاص انتهى، حط سيمي كولون. سطر الاف ولا سطر اللوب ما فيهوش سيمي كولون. سطر ليه؟ عشان ما خلص الاف كنت بقول لك ايه؟ لو حصل كذا مستني مني تكمله، اعمل ايه؟ يبقى ما تقفلش. اعمل ايه؟ خلصت سيمي كول الايفنت، عشان كده سطر الاف ما كنتش بقفله، كنت بقفل في الايفنت. سطر الفور برده ما يتقفلش. الحاجه اللي مالهاش نهايه ما تقفلهاش، لسه نهايتها جايه في سطر جديد. تمام؟ هنا مدي ايرور ليه؟ بتقول ايه يا استاذ عبد الله؟ هي الدور الكام؟ المتغير ده array. خليك بقى مركز، المتغير ده array. لو المتغير العادي كنا بنقول ايه؟ اكس يساوي على طول، اما ده array لازم اقول اكس الدور الكام؟ قلت له مره صفر، مره واحد، مره اثنين لحد التسعه. قال لي خلاص اللي شايل من صفر لتسعه اتش، يبقى واي اوف اتش كده صح. تمام؟ عايز اعرض القيمه،
قال لك هتعرض كم قيمه؟ 9 قيم من 0 لكام؟ ل 9، صح غلط؟ يبقى اروح قايل لوب، لوب تاني. عايز تقول هوايل مفيش مشكله، لوب اهو، او ممكن نقولها كده اي ان تي سي يساوي 0، واروح قايل هوايل سي اقل من او يساوي 9، هي اقل من 10. بعد كده سي بلس بلس، عايز اطلع الناتج. الناتج بيطلع في كام طريقه؟ يا توست يا ليرت دايرج يا تكست. هل التكست ينفع؟ التكست بيشيل قيمه واحده بس. طب التوست هيطلع يقدر يظهر ويختفي. توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما، مين اللي شال النتيجه؟ الاري اللي اسمها، قال لي عايز تظهر ايه؟ قلت له عايز يظهر كله من 0 ل 9، واللي شال من 0 ل 9 جوه الهوايل اهو. بعد كده كوما توست دوت شورت دوت شو، هنا غلط ليه؟ قال لك التوست ما بيظهر ما بيشيلش غير سترينج، والواي انتجر، لازم اعمل كده حاجه بس كده مسافه جنبي بس عشان يبقى حاسس ان هو سترينج يعني. خلاص كده بالطريقه دي هيدخل جوه الاري كام؟ 90، جوه الكل على فكره، جوه كله. وهنا هيظهرهم، صح ولا غلط؟ لو عايز تقول هنا جنبها كده، بس هي نوعها ايه؟ انتجر. لو خليناها سترينج اهو، لو خليناها سترينج وجيت هنا قلت ويلكم، دي خليها في التوست احسن، خليها في التوست واقول لك نعملها ازاي. هنيجي هنا ويلكم سي اوف اي كده، كلمة ويلكم 90 هتطلع كم مرة؟ 10 مرات. طب أنا لو خدت الكود ده كده وحطيته هنا، إيه اللي هيحصل؟ ومسحت ده، إيه الفرق ما بين إن التوست كانت تحت والتوست كانت فوق؟ برافو عليك، برافو عليك. كل ما دخل 90 تروح طالعه في توست، ادخل قيمه تطلع في توست، ادخل قيمه تطلع في توست. طب لما كانت كده دخلت الخانات كلها، طلع الخانات كلها. لما كنت حطيت الاخراج فوق التوست فوق، القيمه اللي تدخل تطلع، اللي تدخل تطلع، اللي تدخل تطلع، تمام؟ دخلت 90 تطلع في توست، دخلت 90 تطلع في توست. لما جيت حطيت التوست في هوايل لوحدها، دخل ال 90 مره واحده في ال 15 خانه ولا 10 خانات، طلع ال 10 خانات مره واحده. فاهمين الفرق؟ ده الفرق ما بين، فاهمها؟ ان انا هنا التوست لو فوق كده، التوست لو فوق يبقى في الحاله ديت القيمه اللي هتدخل هتطلع في توست. التوست لما يبقى في هوايل لوحده او لوب لوحدها، بعد ما تدخل ال 10 ادوار هيطلع ال 10 ادوار مره واحده ورا بعض. واصله؟ خلاص؟ لو جربناها كده، طبعا لازم بيلد جريدل، لسه يحمل ده. امبارح بدأنا كورس دوت نت هنا في المركز، لو حد محتاجه بروجرامنج دبلوم. ده الفيديو الاولاني بس، كان اوفر فيو. بعدين بقى هيخلص يوم 7/1، هناخد فيه سي شارب مع سيكوال سيرفر، ويندوز فورمز ابلكيشن، وويب ابلكيشن. مدته 90 ساعة. لا اصل هو في شامل حاجات كتير قوي. معيده امبارح، باين امبارح اخر النهار، امبارح بالليل كده، بس 8 ل 11 لحد 3 وخميس. بص هنا شايف بتظهر ايه؟
هي كده ظهر 10 مرات على فكره، هي مستنيه. بص هي ثابت، هي بتظهر وتختفي، تظهر وتختفي. ملاحظ عليها السن خلصت. لو طلعت فوق بقى القيمه اللي دخلت هنا بيقول ايه؟ سي اوف ايه بقى؟ اوف اتش. بس مش هتحس بيها برضه على فكره، مش هتحس بيها غير لما تكون بتدخل انت بايدك، مش هتحس بيها غير لما انت تكون بتدخل بايدك. بص هنا برضه مش هتحس بيها، لازم تكون انت مدخل اللي اوت بايدك. يعني ايه؟ بص لا عشان تغيب. بص انا اوريها لك ايه؟ ادي الانبوت دايركت فين؟ هات هنا، مش ده المثال بتاعنا؟ هضيف زرار هنا عشان بس تبقى فاهم الفرق اهو، وهعمل حركة. طيب سيب قبل ما اطبق المثال ده هنا، خلينا اكمل في الحته دي. في طريقه انك تبرمج الاون كليك، رجع ده بس لطبيعته. في طريقه تانية انك تبرمج الاون كليك، تاخد الكود ده كله قط، مش ده انت لسه كاتبه؟ قطه، وامسح كل الهيصه دي، ولا بطن ولا سيت اون كليك ولا بطن خالص ولا اي حاجه في التلاجه، وتروح عامل ايه؟ بابليك، وتروح كاتب اي اسم، مستر حسن، فويد مستر حسن، تروح كاتب فيو في، تحط الكود هنا تمام كده. سميت كود اسمه مستر ايه؟ ايه فيو دي؟ فاكرين فيو دي بتعبر عن ايه؟ لا عن الاكتيفيتي اللي انا فيها، عشان قلنا فيو او كونتكست او جيت ابلكيشن او زيس. ايه يا فيو يا كونتكست يا جيت ابلكيشن يا زيس، دي بتعبر على الشاشه اللي انا فيها، وانا في الشاشه اسمها ايه؟ مين اكتيفيتي. طب الكود اسمه مستر ايه؟ تروح رايح للاون كليك دي، انا عايز ابرمج ده، قال لك تبرمجها عن طريق الاكس ام ال، تكتب كده اون كليك مستر حسن، وتروح مجرب. دي ثلاث ارباع مواقع الانترنت شغاله بيها، عشان لو حد بص على الانترنت كده حاسس بيك انا، واخد بالك؟ وتنفذ عادي جدا عادي جدا، ولا بقى اون كليك ولا تعرف بطن ولا الكلام ده كله. اكتب كود ولازم يكون بابليك، بابليك يعني عام، اما لو عملتها برايفت يبقى معنى كده هتتقري جوه الملف ده، وانت رايح ملف تاني بتاع التصميم، فده فايل وده فايل، مش هينفع تتقري. دي رقم واحد، لو عملنا هنا بروتكتد او برايفت مش هيرضى عليها اهو. لو عملت كده وقلت ران بتكتب كود، فويد دي يعني ما بترجعش حاجه، بتنفذ الكود ده ضرب، واخد بالك اهو. ايه ما خلاص، ما هو تيست اري ده اسم البرنامج، هو اسمه تيست اري اهو. ضرب ليه؟ هنا بيطلع، هنقعد ضرب في دول، هتلاقي بيقول لك ايه؟ ان هي ما ينفعش بروتكتد دي او برايفت، معناها ان ما ينفعش تتنفذ من بره، ده فايل وده فايل. انت مخلي الاون كليك اللي في فايل الاكتيفيتي بتاع الاكس ام ال تنفذ مين؟ طب مستر حسن دي فين؟ جوه ملف الجافا، هيقراها منين؟ لازم يكون مستر حسن بابليك، فعشان كده بابليك وفيو الشاشه. فبدل ما اقعد اقول سيت اون كليك والكلام ده كله، دي طريقه من الطرق انك تبرمج مين؟ الزرار، تمام. طيب نرجع تاني للحته بتاعتنا، نزلت زرار واعمل انفا، طيب اسمه ايه؟ باتون. هنعمل برضو ايه مستر مين؟ مش هنعمل بقى ولا اون كليك اهو، بدل ما نقعد نضيع وقت فيها اهو. كوبي في المين اكتيفيتي، تتكتب فين؟ شايفين الاون كرييت؟ الاون كرييت اهي اهي، قفلتها فين؟ قفلتها اهو بره الاون كرييت، بره الاون كرييت، عشان حاجه خارجيه بره الابلكيشن انت اللي بنيها. طيب هتعمل ايه هنا؟ الواي دي، والله انا هقول له الواي هتيجي عن طريق اللاي اوت، فاكرين دي لاي اوت؟ التسع سبع سطور 10 بالسطور بتوعنا دول، مش هم دول؟
اهو كل ده كده والاوكي. انا عايز دي بس، ادي شوية السطور هنحطهم هنا جوه مستر حسن. طيب ايه تاني عايزين؟ الارت دايلوج دوت شو، مش هي دي اهي؟ نحطها فين؟ هنا، نجربها هنا وهنا. هقول له خد من التي اكس تي دي دوت جيت تكست دوت تو سترينج. التي اكس تي دي اللي هو كان موجود جوه مين؟ فاكرين لاخر مره المره اللي فاتت كان ايه؟ اسم الماده وايه؟ ودرجه الماده. فانا محتاج اعمل له انتجر دوت بارس انت. انتجر دوت بارسنت في مدي ايرور ليه؟ لا خلاص جرب. هتقول انت نسيت حته هنا انك نسيت اون كليك، مش لازم. ما لا ده اون كليك بتاعت الاليرت دايلوج. ليه؟ لا المفروض دي اساسا جوه جوه اللوب، دي جوه اللوب ده اهي. فين الاريت ده اللي بتشوف؟ تبقى جوه اللوب. ما عرفتش الزرار ايه؟ لا ما ما عرفتش مستر حسن. ايوه معلش صح. وفي حته برضو تانية هتبوظ. اون كليك مستر حسن تمام. لاي اوت اللي اوت احنا معرفينها جوه اللوب. هتعرف جوه اللوب دي قط هنا. كده مفيش ولا ايرور. ران ريستارت. ونضل. اهلا محمد بك، ولا يهمك. ميد ايرور ليه؟ لي اوت انبوت اليرت ديالوج ماشي، مش بالضروره استخدم الايد. سيت فيو انتجر ما هنا طبعا هيضرب فعلا. عدى قبل ايه؟ هنا بقول له جوه اللوب. طب على الاقل كان يظهر هنا. طيب وهنا كان شغال ازاي؟ اول حاجه عرف متغير وهنا اداله القيمه. اول حاجه هو اول ما ادوس اوكي ينفذ الكود ده، بس ظهر في الاول اهو. ما هنا ظهر فين اهي؟ ده فوق حطينا الكريت وشو بره ال، لا لا جوه اللوب اهو. اللوب اهي قفلتها اهي، خدت بالك اهي؟ شايف هو وايل اهي جوه اللوب. لا هو بس في حاجه احنا مش شايفين ناسيينها، بس الزرار مش لازم زرار، يعني مش اي لازمة. كومانال كان يظهر دي. طيب يعني شغالة في البرنامج الأولاني، ماله يعني؟
شافش حتى الايرور فين، مش قايل اي حاجه. فايل سيستم لا شيلين بالدارج مبنيه هنا اهي. انا عايز سؤال، هي دي شغاله؟ كان اسمه ايه؟ كنترول باين دي باين. لا سيستم كايرو، لا كان كايرو باين يونيفرس. فين بقى؟ فين الابلكيشن كنترول؟ لما ده شغال اهو ماشي، هيضرب في الاخر مش مشكلة عشان ما دخلتش بيانات، بس ده اللي بيضرب على طول كده. من 0 ل 10 لاي اوت اكتيفيتي ست. هو بسبب ده ايه؟ يعني بص انا وقفت دي، وقفت السطر ده، شفت؟ بسبب السطر اللي انا موقفه ده. السطر ده بيقول لك الواي اوف اتش هتاخد قيمه منين، وهو ما قراش لسه التكست دي، ما قراهاش. فانت منين بتقول لي خد القيمه من تكست دي وانت لسه ما قريتهاش؟ طب هنا ليه كان بيقراها؟ ما تنساش ان هنا كنت بتضغط على زرار الاول اون كليك، بعد كده يظهر، بعد كده تضغط على زرار تاني اللي جوه الاير دايركت، فاهم اقصد ايه؟ انا كنت حابب يا كده كده تشتغل معانا لما بنيجي نعمل مثال زي كده، كنت حاطط حابب احطها جوه الري. بسبب ايه دي؟ لو طلعت بره هتشتغل، بس بسبب ان انا اقدر يعني بص هنا نيكست سبجكت 10 مرات هتظهر اهي خلاص. كنت اقدر اطلع دي بره واعرف متغير عام واشتغل عليها، بس انا كنت حابب اوريك ايه؟ مش انا قلت لك هنا الفرق لما تكون محطوطة هنا غير لما تكون محطوطة تحت. كنت عايز اوريك ان العمليات اللي تدخلها تدخل تطلع في تيست، اما لو كنت حاطط تحت بعد ما تدخل العشرين هيطلع العشرين مرة واحدة، فاهمني؟ كنت عايز بس اوريها لك في ايه الدايلوج. طيب سيف دي كده، ده الفكر بتاع الاري، متغير واحد بيشيل اكتر من قيمة، لما يجي يشيل اكتر من قيمه بيشيلها عن طريق لما تيجي تعرف متغير اكتر من قيمه بتعرفه بالطريقه ديت، تمام؟ او دي او اي سترنج ايا كان النوع. دي كده قيم ثابته، دي كده هيشيل 20 قيمه، ده كده هيشيل 15 قيمه من نوع انت، هنا هيشيل 20 قيمه من نوع سترنج. لما احب ادخل قيم جوه الاري ادخل بلوب، ولما اخرج قيم من الاري اخرج بلوب. هتلاقي نفسك كتبت سطرين الادخال وسطرين الاخراج وكام سطر للتعريف؟ واحد، يعني كلهم على بعض خمسة. وحتى لو بتدخل 70,000 طالب هم الخمس سطور ما فيهمش غير، لو بتدخل مليار اللي هيتغير ده هي الرقم ده. طيب في عندنا حته تانية بنعملها، قال لك يعني انا هنا لو جيت حبيت اغير وقلت دي بقت 30 يبقى هنعرف فين؟ هنعرف فين تاني؟ 30 اتش تحت 30 اتش وتحت 29 صح غلط؟ في طريقة تانية ممكن تعمل كده. الاري اسمها ايه؟ واي دوت لينس، وهنا واي دوت ايه؟ لينس ناقص واحد هنا عشان تعالي يساوي، يا اما ما تقولش يساوي. لينس دي بتجيب ايه؟ ال 30 دي، بدل ما تقعد تغير كل شوية، فاهم؟ انت كنت هتغير كم مرة؟ مرتين كمان؟ قال لك لا، انت مجرد هنا 80 هتغير حاجه خلاص اوتوماتيك لينس دي تقرا 80. اسم الاري دوت لينس بقى الموضوع دايناميك اكتر، بدل ما كل شويه اقعد ايه اغير، تمام؟ طيب سيف، عايزين ناخد مثال بطريقه الاري بس نوقف الفيديو ده.